نشوفوا في زيد في حك معنا في ديما لاباس عامل كيما نقولوا خدمه كبيره في قناه التاسعة. نحب نرحب بيه ترحيب كبير السعدي الزيديني. اهلا وسهلا وميمه. صحه شريبتك تيك الصحه عليك. مبروك كل عام وانت صحه شريبتك. اللي يسمعوا فينا الداخل وخارج حضر الوطن صحه شريبتكم. بربي جست نداء صغير لل معنا اللي يسمعوا فينا. بقد تربي توا سيدي رمضان خفيف نظيف معناها تعدى خفيف نظيف الحمد لله لك يا ربي. بربي بعد سيدي رمضان نحاولوا بكل تفاني وبكل حزم وبكل جديه نرجعوا خطر باش تولي ثلاثه وجبات معناها صباح فطور وفطور نص صباح وفطور نص نهار وفطور الليل معناها ولا عشاء تاع الليل. خاطر برشا عباد تتخمر يبقى في مخها اللي معناها الوجبه بركه معناها في سيدي رمضان معناها اللي هي بعد معناها اللي هي شقال الفطر. دونك راهو بعد سيدي رمضان معناها ثلاثه يجي العيد الصغير ماهوش عيد الكبير. ولا معلومه ولا معلومه ثم برشا عباد تغلط بين العيد الصغير والعيد الكبير. ثم اللي يحب ياخذ الحلو ياخذ العلوش فهمتني. دونك راهو هذا العيد تاع الحلو. ما نحاولوا ما نسلموش على بعضنا من بعيد لبعيد معناها خطر. صعيبه صعيبه سنانك تعايد يمكن ما تعايدش على الناس اللي قراب لك وعائلتك. ما نخاف على روحي ونخاف عليهم هما فهمت. خاف على اصحابي خاف على عائلتي كذا ما فيها باس كي نتقابلوا مثلا. اما ديما ثمك التباعد شويه. عيدك مبروك عيدك مبروك مش لازم ان شاء الله عام الجاي يا ربي نعيدوا على بعضنا وان شاء الله ترجع الامور لاباس. انا فرحانه برشا اللي انت حاضر بحضينا. انت صديق قديم جدا 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 البدايات. انت سبقني في الـ في الـ في الميدان لكن البدايات في الاعلام ظهري مع بعضنا مع بعضنا مع بعضنا مع بعضنا. لمنا وقتها جعفر القيسمي تحيه وقتها خدمنا شريك العمر كنا نحن الجنود الخفاء فهمتني. انا وياك ورفيق بوشناق فريق التحرير. فريق التحرير يا حسرة. تحية كبيرة لجعفر القيسمي وشريك العمر وقناة الوطنية واحد اللي هي اللي حلت لنا الباب. سعدي الزيديني سنة موجود في الحجر الصحي. كنت باش ترجع سنة في رمضان في الهربة دور مضالي أكبر من الحجر الصحي ليه؟ والله هي كيف اكس معين معناها ما نعرفش صغير اكبر من الدوري هذا ولا مي اكس تحل معناها مي صوروا بريود بعد وقفه الهربه اثنين. دونك كانت الفكره نتاع السيت كوم هذا الحجر الصحي كانت فرصه انه الحجر الصحي يمكن يطل على التوانسه. انا حبينا خاطر ايامات الحجر الصحي العباد كل شاده ديارها معناها هي في عاده في سيد رمضان العباد تتفرج في التلفزه فهمتني. مي في الايامات هذوما معناها في زمن الكورونا معناها العباد شاده ديارها اكثر. دونك حبينا نعيشوهم شنو يعيش التونسي بالضبط ايامات الحجر الصحي معناها وثقتوا اللي عاشوا تونسي. صحيت اي صحيت. يمكن اول عمل يوثق الحجر الصحي يحكي الحجر الصحي وثم عمل زاد تزيري بعدنا اون برانسيب بدا في ال 15 يوم الثاني تاع رمضان. النص الثاني تاع رمضان انتم كنتوا السباقين. الحجر الصحي تظلم في رمضان ما خداش حظه كما يلزم. والله تظلم خاطر ما تخدم في ظروف معينه. هي الاعمال الكل تخدم في ظروف معينه. انا معناها فما خوف من التصوير فما اللي يقص فما ما يقصش فما ترخيص مش ترخيص عندهم الحق يصوروا ما عندهمش الحق يصوروا معناها جوجمه كبيره برشا. تظلم يمكن اعلاميا معناها من اعلاميا تظلم معناها خاطر كيما قلت لك تخدم في الايامات الاخرى معناها في ظروف معينه ما ثماش مثلا كيما نقولوا احنا دعايه قبل في الكوم معناها قبل 15 يوم ولا قبل شهر معناها العباد تحكي وكذا. لا يمكنش دنيا اخرى على خاطر الناس مستانسه بدنيا اخرى عنده نجاح كبير هذا غطى على الحجر الصحي. اي بيان سور معناها كيما مثلا لو فرضنا مثلا جات الهربه اثنين عندها معناها الهربه اثنين معناها العباد ديجا سمع بها معناها كيما دنيا اخرى معناها عندهم فون كوميرس معناها ديجا العباد يعرفوهم فهمتني. معناها احنا دخلنا معناها في السباق معناها كيما نقولوا نحن مؤخر شويه معناها عرفتك اللي جايين من تالي تجري وباش باش تواكبوا وديجا يحسب ليكم يحسب لبلال المساوي في وقت وجيز كتب الحجر الصحي. مدام لطيفه كنت تسمع فيها؟ كنت تسمع فيها تسمع في اللوم اللي وي بيان سور عندها الحق خاطر هي شافت يخدم. لا عندها الحق عندها الف حق. انا نتشكى نتبكى وكي نغلط نقول راني غلطت معناها عندها الحق. جيت بيريود خايبه و
ما نعش استرح فيها الواحد بخيال وثم ظروف أخرى ما نحبش نحكي عليها. ما ظلمني حتى حد، ظلمت روحي فهمتني. أنا ما كركار شوي نفحة وشي بالنفحة، معناها ساعات نبدأ طاير، ساعات من جيني فرصة قدامي نبقى نخزر لها كيكا بيهت. ماكش قناص للفرص. مانيش قناص صحيت. تحكي هكيكا مدام لطيفة، خد تعرفني في خدمت مع صادق حلويس ومدام نعيم الجاني ودور صفنا ملوك ويحيى الهمليجي، يحيى الفيدي صديقي اللي نحييه بالمناسبة ونحيي معناها اللي ذكرتهم كل. خدمت تياترو وخدمت مسرح مع زوز مسرحيات معاهم، وشافتني سورسيان معناها شنو انا بالضبط. بعد جيت بريودك اللي متاع ركشت شوي فهمتني، بعدت شوي وتوا هنا راجعين. الجانب النفسي يمكن هو اللي اثر يمكن لك يمكن على يمكن العمل. يمكن 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 تو هنا راجعين عنا، معناها عندي خدمة في التاسعة، نخدم في لباس وفي ضحك معنا، ونخدم في خدمة في الحجر الصحي. توا نحكي لك الفترة معناها الجديدة قاعدة تعوض في اللي فاتك. بيان سور ايه بيان سور. وعنا مسرحية ان شاء الله قلت ربي ترى النور قريبا قريبا، هي حاضرة بريسك حاضرة يعني كنت نسبة 99% مي. وقفنا في حكاية الوقت اللي جات الكورونا كل شيء وقفنا. مسرحية اللي لعرسوا اللي رانيا تومي سوين الدهش نص زي العبدين المسوري عمر الطرفاوي اخراج صادق حلويس. اللي ما يعرفوش يمكن العبيد سعدي اللي انت مثلت اعمال درامية في كمان جت سلامة شفتك اني كريتك بهت ماني وسعدي. كنت وقتها نقرأ، مازلت نقرا في الازاد. خدمت زاد ديرول صغار في حسابات وعقبات، وخدمت في نسيبتي العزيزه يدول اللي خدمت معهم ثلاث سيزون ثلاثه اجزاء يدول لي اي منهم الجزء الاخر. اي منهم الجزء الاخر فهمتني. ما خديتش ما لقيتش الفرصه، مازلت ما جاتكش الفرصه اللي توري يمكن سعد يزيدني الممثل. بيان سور بيان سور. اي مازلت تو مانيش فلت حتى فرصه، تو مانيش فلت حتى فرصه كسوا تياترو ولا تلفزة ولا علاش لا سينما. ما تعرفش على الدنيا نجم تقبل اللي يجي سعدي؟ لا ما نقبلش اللي يجي. لا لا فايتك برشا. لا لا من لا 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 ما نقبلش اللي يجي. نزلت اكزيجون يعني ماني اسمعني يا اميمه خيتي باش ما نكذبش عليك، معناها انا راه ما جاونيش برشا اقتراحات. معناها ثم مره بركه رفضت عمل خاطر وقت نصور في نسيبتي العزيزه فهمتني، ما نجمش نوفق ما بين هذا. بون تفهمنا وقت على باش نوفق، وبعد خممت قلت باش نضيع هكا وهكا زيد فهمتني. ميما احنا شنو احنا عندنا سيت كوم ومسلسل في واحد في رمضان. مدام لطيفه صحيح ما عندكش الشواء، ما عندكش حتى شواء. ما عادش يمكن ثم فنانين نرفضوا اكيد، اما بالنسبه لي انا ما كما قلت لك ما فماش حاجه جاتني ورفضتها معناها لحد الان. نرجع لك للحجر الصحي، كوثر الباردي، سفيان الداهش، جعفر القاسمي اللي انت مستانس وانت صديق لجعفر القاسمي، كيفاش كانت اللمه هذه؟ والله لمه حلوه برشا ابار هذوما، ثم ليكيب تكنيك، ثم لي كادرور، ثم كل ثم المراه اللي تخدم غادي في البلاصه اللي صورنا فيها، معناها لمه حلوه برشا وبالحق معناها نتلموا برشا ضحك، برشا ضحك وبرشا غيره على الخدمه واللي عنده حاجه يزيدها وما فماش هذاك كادرور العباد كلها مع بعضها. معناها شانتي حليناه والناس كل مقتنعه وقتها في البريود هذيك اللي احنا لازمنا نكملوا، لازم نخدموا معناها خدمه باهيه. دونك معناها عملنا مجهود كبير برشا برشا، وثم برشا محبه خاطر بريسك نعرفوا بعضنا الكل، معناها اللي نخدموا غادي معناها نعرفوا بعضنا الكل، كسوالي كادرور كسوالي اللي مثلوا تو سفيان عشره معناها عباره اخويا، جعفر زاده كيف كيف، مدام كوثر زاده كيف كيف فهمتني، وليد الزين معناها كلنا نعرفوا بعضنا معناها مش اول مره تعاملتوا مع بعضكم. كنت تتخيل انه انتم قاعدين في العمل وتخدموا كنتوا تتصوروا انه العمل باش ينجح؟ والله اي واحد كي يدخل خدمه كي يشوف مثلا ما كيما نقولوا احنا كي يشوف مثلا جعفر كوثر سفيان الدهش وليد الزين طارق بعلوش صادق حلويس قداش حاتيت والله باش نخدموا ما حاتيناش نخدموا باش شوف ما عرفش فاهمك حاجه. احنا بعدنا على كل ما هو تهريج، بعدنا على كل ما هو
المبالغة الزايدة باش تضحك، معناها يلزمني نعمل هكا وندرى شنو باش ننقز ونتيح هكا ونعمل هكا وقلب وجهك. حبينا يكون عمل خاطر برشا عباد يقول لك عائلي شنو عائلي، معناها السيت كوم تاع معناها خفيف نضيف، معناها تفرج فيه معناها شيخ الخمسة دراج ولا الأربعة دراج تفرج، إذا كان ما ضحكش تتبسم، إذا كان ما تبسمتش ما تسبش. فهمت كيفاش؟ مش معناها أنا كونتر نحكي لك مثلا واحد ينقد يعني ولا ما يقلقكش سعدي العمل يتعدى مرور الكيران. انا بيرسو حد لا يشكر حد ما يسب، مش حكايه يتعد يقلق بيان سور. اما احنا تو مثلا نعطيك مثال، والله انا تو مثلا كي نخرج ولا كسوال ولاد صغار ولا يا مبروك يا اخي العيد عمل هكا يا اخي سفيان هكا، معناها ما فماش واحد مثلا قال لك مخيبكم ولا ياسر تهريج ولا شنية هذا، عملنا مجهودنا في ظرف معين. بيليل المساوي حاول باش يكتب في 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 معناها في اسرع وقت، احنا زاد حاولنا نخدموا خدمتنا في اسرع وقت، المخرج كيف مجهود، معناها مجهود ماهو ساهل، معناها المجهود وتخدم في ظرف كيما هكا راه ماهو ساهل. سعدي المجهود يحسب ليكم، لكن المجهود يكون عنده طعم كي ينجح، يعطي مفعوله عند المتفرج. المتفرج ما يدخلش في الحكايات هذه، لا نعم، ما يهموش شنو صار في الكوليس، مزروب مش مزروب، البرودوي اللي قدم. احنا ما فشلناش، لم نفشل. اما نجحتوش؟ ما شكون قال؟ نسال فيك انا، ما نجحتوش؟ لا انت تعرف العمل نتاعك نجح ولا احنا نسبيا نجحنا في 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 ظرف، نحكي تو انا وحدي معنا على روحي في ظرف كيما هكاك نسميه ونجحنا، معنا عملنا حاجه محترمه في ظرف قياسي، في ظرف قياسي جدا جدا جدا، معناها مش شهرين تصوير، راه شهرين تصوير تسمى زاد ظرف قياسي، راه فهمتني؟ كان جيت الدنيا ثلاثة أشهر تصوير زاد ظرف قياسي، راهو احنا راهو ما نعرفش في قداش تكتب وفي قداش تخدم وتصور ليل ونهار، وما عادش تفهم اليوم أحد اليوم اثنين اليوم ثلاث اليوم أربعة، ما تفهم شيء. معناها كي نحطوا دنيا أخرى والحجر الصحي شكون نجح أكثر؟ اسمع معناها تتخيلي أنا مش نقول لك دنيا أخرى نجحت أكثر، معناها كل واحد شوف خسلي هما عندها هو من قوة الشخصية بتاعك انك تقول شكون اللي نجح أوبجيكتيف، ما هماكش كمشارك في العمل. لا شوف اسمعني، الإنسان أناني بطبعه وهذه ماهيش صفة خايبة، معناها أناني أما ماهوش شراني، ما يكونش شراني، أناني بطبعه بيان سور. أنا الرأي اللي العمل نتاعنا نجح، باش فاهمك حاجة جماهيريا نجح أكثر، بس جماهيريا والله جماهيريا شكون يقول جماهيريا بربي تو ما تفهم شيء تو اللوبة متكلاسي العاشرة ما لا وعلا. لا ما نحكيوش على نسب المشاهدة ذاك تفهمنا فيه، نحكيو توا يوتيوب على الأقل دنيا أخرى يحق في ملايين المشاهدات. والله كل واحد كيفاش يحق، ينجم يحق حتى مليارات المشاهدات، معناها ما نعرفش النجاح ديما يبقى نسبي. باش نقول لك حاجه، انت كي تحكي مثلا انا ما نجمش ننكر اللي بسام ممثل غول يتلون، ممثل سواء في الدراما ولا في الكوميديا ممثل به، ما نجمش ننكر، ما فما حتى حد ينكر اللي كريم ممثل به، هذوما متفاهم فيهم سواء بسام كريم لبنى نعيم عندهم تاريخهم فهمتني. اما كي نقول راه مثلا العمل نتاعها مثلا انا واحد من الناس ما عجبنيش ولا راه فيه هكا وهكا ولا راه، مش معناها هذوكم خايبين، مش معناها في الظرف اللي تحطوا فيه كسوا مثلا الظروف اللي خدموا فيها ولا السيناريو اللي تكتب معناها ولا العلاقات اللي ما كانتش واضحه ولا طرف الجوج ما اللي ماناش فاهمينها، ما هم مش معناها حاجه خايبه. فهمت كيفاش؟ خاطر احنا ولينا كي نقول مثلا انا راه والله العمل هذاك ما نجحش، تسب في مانيش نسب، انت ممثل كونفيرمي، ممثل باهي، ممثل باهي وقاري، معناها فاهم، مش معناها مش قاري، معناها مش معناها ممثل فاهم، تلعب فهمتي جنجل. انت ما عندكش كيما نقولوا ماكش بونتو فيه، معناها باش تنقد العمل ما عندك حتى مشكله. لا اصحابي معناها ما ثماش، معناها كي ننقد انا تو العمل معناها السبونسور باش سعدي ينقد دونكر. ليه انا بالنسبه لي انا دنيا اخرى اثناء ابار الحلقه الاولى ثم شويه فوضى الحواس، فما شويه فوضى. ايش معناها فوضى الحواس؟ اي فوضى هي فوضى شويه، ثم شويه فوضى. فوضى في الضحك. اي هما ديجا خدموا زاد في ظروف خايبه برشا، راهو زاد وثما ديزاكس تنحى وبرشا شكون انت زاد الجمهور ما عندوش دخل. شوف دنيا اخرى بالنسبه لي انا ولو انه حقق نسب مشاهده ومع احترامي لبسام وكريم واللي خدموا كل ما ضحكنيش مش ما ضحك تفرج انا بصراحه تفرج شويه على اليوتيوب على الحلقه الاولى فهمتني؟
بعد ما ما عودتش تفرجت. ما تنجمش تحكم انت على عمل من حلقه واحده زاده سعدي. بيان سور ما هو تتفرج على الحلقات اللي بعدها باش تحكم شويه حتى ست حلقات وما اما من حلقه واحده كي كتولي حكمت عليه ظلم. والله انا توا في معناها في عمر نجم نحكم. قايم من حلقه واحده؟ مش من حلقه واحده، نجم نحكم حامل كي نقول لك ما تفرجت الحلقه الاولى معناها الحلقات الاخرين معناها ما طليتش عليهم ولا ما شفتهمش ولا لازم نتفرج فيهم من الاول للاخر ونفهم هذاك وين ماشي وهذاك وين جاي، لا نجم نعرف اللي هو باهي ولا مش باهي معناها، وراي انا ديما نسبي معناها الراي نتاعي انا ديما نسبي كما واحد اخر ينجم يجي لهنا ويحكي لحجر صحي نفس الكلام اللي حكيته انا على دنيا اخرى فهمتني، واراء مختلفه ورانا نحن كمشه خمسه ولا عشره من الناس حتى كي ننقدوا معناها ننقدوا باحترام معناها مش نجرحوا ننقدوا معناها وكهو مش تجريح كيف ما قلت انت. نرجعوا لك للقناه التاسعه نشوفوك في ديما لاباس. من بين التعليقات اللي قريتهم سعدي يقولوا لي انت تعمل في التهريج الكوستيم اللي ملونه الكافات الملونه الفرنسي المكسر كله هذا قديم شويه ما عادش يضحك التونسي وماشي في التهريج، توافق هذا؟ والله اول حاجه ان شاء الله يجي نهار ونعمل تهريج على قواعد صحيحه خاطر مش سهل انك تعمل تهريج معنا خاطر مدرسه كامله. ثاني حاجه هذاك كونسيبت نخدم فيه انا كونسيبت تاع حكايه الفرنسي وكل شيء، انا مانيش انا كيما نقول نحن قاعد نضخم في حاجات ونصغر في حاجات ونخدم في كونسيبت معين، مش معناها انا نهار نخدم هكا ونهار نخدم هكا، لا هذاك بيرسوناج معين يدخل وقت ما يحب ويخرج وقت ما يحب. ثم عباد تراه تهريج الحمد لله لك يا ربي، معناها ثم عباد ما يضحكهاش، ما نجمش يضحك الناس الكل، كيما ثم عباد يضحكها، وكيما قلت لك ديما نجاح الفنان كسواء اللي يغني ولا اللي يشطح ولا حتى الفنان حتى اللي يرسم ولا حتى الدهان، معناها ساعات الدهان يدهن لك دهان لا ما عجبتني جي الاخر يقول لك والله تحفونا برشا، برافو شكون دهالي؟ دونك اذواق اذواق ماهيش مات الحكايه، مش واحد مع واحد تساوي اثنين، ماهيش مات، معناها ثم ممثل قبل ما يتكلم يعجبك. فهمتني هكاك روحه خفيفة فهمتني حتى قبل ما يتكلم، وفما ممثل ما